مع دكتور رائد محسن، اختصاصي بالإرشاد والتوجيه الزواجي والعائلي. موضوعنا اليوم التخوف والتردد من الالتزام بعلاقة عاطفية. شو يعني هلأ هو رح يشرح لنا أكثر؟ صباح الخير دكتور. صباح الخير لك ولكل اللي عم يشاهدونا. أهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف بنحكي أوقات عن التردد والتخوف من الالتزام بعلاقة زواجية. نعم. في كتير أسئلة دخلها بالعمل الاقتصادي، دخلها بتاريخ الأهل مع بعضهم، هي موضوع آخر. لكن التزام عاطفي بمعنى أنه بعلاقة قد لا تؤدي إلى الزواج، بس أنه يكون حدا ملتزم مع إنسان آخر بعلاقة يمكن الثاني غير متوقع يكون أنه تؤدي إلى زواج. نعم. فعادة في أشخاص هيك، يعني بيكونوا عندهم قدرة على الحب، لأن في كمان ناس ما بيعرفوا يحبوا. هون لا، عم نقول يمكن بيعرف يحب وعنده او عنده القدره على الاستثمار بالعلاقه على صعيد الحب، على صعيد المشاعر، لكن في فرق بين انه انا احب شخص والتزم مع شخص. هلا طبعا في الواحد يقول انه ربما عدم الالتزام ياتي لانه ما في حب، ايه ربما، بس ما بكون في تردد، في انا ماني ملتزم، ما عندي الاستعداد ان التزم بهذه العلاقه لانه ما في المشاعر اللي انا متوقع ان تكون موجوده التي تؤدي للالتزام. بس عندي اياهم بس ما هم موجودين هلا بهالعلاقه. لكن نحن عم نقول انه في مشاعر نفس الوقت انا بتردد وبتخوف من الالتزام. قد يكون مشاهداتي حوالي، يعني حدا قريب لي، خي، اخت، صديق، عزيز، حميم، شفت خبرته كيف بالعلاقه العاطفيه بتكون، مثل ما نقول بالدارج اكل كف، ربما اكون انا مارق ب بعلاقة سابقة كانت سلبية جدا، مضروري تكون خيانة، خلالها خيانة، لذلك أنا ما عدت أؤمن بالعلاقات والالتزامات العاطفية. لا، ما يكون في خيانة، لكن كان علاقة استنزفتني، وهذا شيء يعود للأكس، للشريكة أو للشريك السابق. وهذا الحكي اللي عم بحكي ينطبق على المثليين والمثليات، أيضا على الجيز واللزبيانز. نعم. فالتخوف هيدا هو من جراء علاقة سابقة، بصير انا بقول انه العلاقات كلها نسخه طب الاصل، اللي جرب مره ما ليش ما حظوظي، خاصه اذا كنت بارق بعلاقتين سابقتين. وهون الكلمه اللي انا دائما بشدد عليها، علاقتين سابقتين، مررت بعلاقتين سابقتين فاشلتين. طب هيدي كلمه فاشلتين او علاقه فاشله منا كثير واقعيه برايي، لانه معناتها انه اذا كانت شو معيار العلاقه الناجحه؟ هي انه استمرت لفتره لا باس بها، وكان فيها مثل ما بنقول الحلو والمر، كان فيها اللحظات السعيده وغير السعيده، وصلنا لوقت لقينا اثنيناتنا او احدنا انه يجب الا تستمر، ما معناتها علاقه فاشله. فيعني شو معيار العلاقه الناجحه؟ العلاقه الناجحه فقط ان تؤدي ان تثمر زواجا فهي علاقه ناجحه؟ بالنسبة لك لا؟ عفوا؟ يعني الزواج ما بيعني انه العلاقة ناجحة، يعني وصولنا للزواج؟ هلا كيف بتقيم علاقة ناجحة إذا ما وصلت للزواج؟ علاقة ناجحة يعني أنا كنت بعلاقة استمرت فترة أكثر من، يعني فترة ليست بقصيرة. نعم. واثنيناتنا كنا عندنا شكلتنا حالة من الاكتفاء، واختبرنا حالنا عن قرب، وصلنا لوقت فينا واقفين نكفي. طب هيدي علاقه ما ضروري تكون ناجحه بس منا فاشله. نعم. العلاقه اللي منا ناجحه بس منا فاشله هي انه لقينا انه نحن مش ضابطين كثير لبعض، وافترقنا، وكانت علاقه شوي بتزهق ويسودها الضجر. هيدي علاقه عاديه. طب دكتور بتوافقني انه التردد بضل في او التردد او الخوف من الالتزام بيعني انه ما في حب كافي؟ يعني وانس في حب كافي بحس انا انه ممكن يمحي كل شيء، لا يعني ممكن يلغي هيدا الخوف اذا شيء او لا. لا لا، اذا حدا عنده الفوبيا من الالتزام الحب ما بيمحي هالشيء. هون بيصعب على الشريك الاخر تفهم الموضوع، انه انا ما زال كل شيء موجود، الانفستمنت، الاستثمار بالعلاقه على الصعيد الوقت والعاطفي والطاقه كله موجود بالعلاقه، ليس باستطاعتي ان تفهم عدم قدرتي على الالتزام. نعم. هيدي كمان بدل شوي، ربما معقول انا كلهم، يعني احنا
لأن أول سبب ممكن يكون علاقتي السابقة أو علاقة سابقة. نعم. ممكن يكون ثقتي بنفسي، ثقتي بنفسي متدنية. إذا هي شريكتي هلأ أو مشروع شريكتي بتراقبني مظبوط، بتلاقي أنه أنا عندي مشاكل بالالتزام بشكل عام. يعني إذا بدي أشتري سيارة يصعب علي اتخاذ القرار بشراء سيارة. إذا بدي أختار مثلا أعمل دراسات عليا ماسترز بيصعب علي اختيار أي برنامج وأي جامعة. بقى بتلاقي أنه في عندي مشكلة باتخاذ القرارات، فهذا ينطبق حكما على الالتزام بعلاقة عاطفية. نعم. وممكن يكون مثل ما قلت نماذج حوالي، بس هذه مسألة الثقة بالنفس والاعتداد والتقدير بالذات. يعني السلف أستيم عندما يكون متدنيا كمان بتأثر كثير على اتخاذ القرارات. نعم دكتور. طب عدم التزام الشريك، كنت حكيت أنا وياك بهالموضوع، يعني نحن عم نحضر عدم التزام أو عدم قدرة حدا من الطرفين أنه يلتزم بشخص واحد. في ناس بيظهروا كتير، بيصاحبوا كتير، عدم قدرتهم على الالتزام أو خوفهم من أنه يلتزموا وما يخونوا، قد ايه هيدا الشيء بيوقف عائق كمان؟ هي في كتير كمان في ناس أنه يعرف حاله مسبقاً أنه أنا بيصعب علي الالتزام بشخص واحد. نعم. فليه بدي أنا أجي التزم نفس الوقت خليها تمرق ب بمشاعر منا 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 حلوة كتير لأنه عبخونها. فبعتبر أنه أنا معه لحد معين، ومن وهيدا الحد اللي أنا معه فيه يسمح لي أن أتواعد مع أخريات، مع فتيات أخريات. بقى ما أخذ علي لأن لم ألتزم. وهون بيجي الفرق بين معظم الشباب والصبايا بمجتمعاتنا، بدون معظم، أنه الصبايا بيلتزموا بناحية سلوكية. يعني لأنه نعمل سوا أشياء، ولأنه الوقت صار فيه حصرية exclusivity بهالعلاقة، بتعتبر حالة أنه صار فيه نوع من الالتزام. الشباب كمان أغلبهم بيعتبروا أنه طالما أنا لم أتفوه بهذا الالتزام لفظيا كلاميا معناها ما صار فيه التزام. أنا حر بمعنى حر أن أتواعد مع فتيات أخرين. نعم. وهل أنا مثلا يعني أوقات واحد بيكون يعني ما منتبه أنه أنا مع النوع هيدا من الشريك أو الشريك ما في التزام، طب بس عندي علامات استفهام، معقول يكون بخاف أو بتخاف من الالتزام؟ شو هي الإشارات؟ والإشارات قد تكون أنه بيحكوا مثلا عن المستقبل وأنا مني موجود بخطط المستقبلية. إذن معناتها انه ما بتحسب انه حيكون سوا بالمستقبل. طب دكتور شو الحل ليتغلبوا اذا بدك على هيدا الخوف؟ اذا شايفين انه الشخص اللي مقابلهم هو الشخص المناسب اللي لازم يكفوا حياتهم معه، كيف ممكن نتغلب على هيدا الخوف؟ مثل اي ناحيه ثانيه بحياتنا، لما انا اعرف انه لما يصير في عندي نوبات من الغضب ما عم بقدر اسيطر على حالي، بدي اول شيء ان اقر انه أنا عندي فقدان السيطرة على أعصابي. نعم. بدي أشوف كيف بدي أعالج الموضوع. هون نفس الشيء، بدي أشوف بدي أعالج الموضوع لماذا أنا متخوف متردد بالتزام بعلاقات عاطفية. بدي أول شيء بيني وبين نفسي أقول إيه صحيح، لأنه يعني دائما أنا شو بعمل إذا كان عندي الخوف والتردد، ليه أعذار؟ ليه أعذار لحتى ما أكون ملتزم بعلاقة؟ لا، بدي أجي وقت وأعرف إنه مع فلانة ما كنت عم لاقي أسباب، مع فلانة كنت عم لاقي اسباب اخرى. طيب معناتها انه انا اذا ما معي خبر لازم يكون معي خبر انه عندك مشكله بالالتزام، او انا لا ما عندي مشكله بالالتزام لكن ما يجول في ذهني هو التالي: اذا كنت معه او معه لربما قد التقي بشخص افضل لي، لذلك علي لا اتسرع بالالتزام بهذه العلاقه العاطفيه للبحث عن مش للبحث لربما صدفت شخص انسب لي منها هي او منه. وهذا ممكن يصير حتى مع الناس الملتزمين عاطفيا لكن ما بيحكوا بالزواج، لانه بتعتبر او هو بيعتبر انه اوكي نحن شريكين لكن بفتكر للزواج ممكن انا الاقي افضل. ما بيلتزموا باي كلام زواجي اذا صح التعبير. نعم. نفس الشيء اللي ما عم يلتزم بالعلاقه العاطفيه لانه بعتبر لربما التقيت بشخص افضل يعني ممكن يكون من ناحيه الجماليه
من ناحية الثقافية. معناتها ما في قناعة 100% يعني، باختصار منه مقتنع بشريكه ومنه معبيه يعني. صحيح انه كيف نقول منه معبيه لعيني، ايه بس كمان في حدا بيكون ربما معبيه لعيني، لكن بضل في هيدي ال ما كل حلو في احلى منه، وكل شيء في يعني ما بتخلص، هي القناعة. أكثر مرة أنا وياكي حكينا إنه ما في الكمال ليس موجودا بشخص واحد، فهون بيبقى الواحد ورا الكمال بده كل شيء، بده الجمال الخارجي والجمال الداخلي، جمال النفس، وبده الثقافة، وبده التحصيل الأكاديمي، وربما بده الناحية المادية كمان. نعم دكتور، مجموعين شخص واحد. دكتور في نقطة كمان هيك بحب أحكي فيها قبل ما نختم، هي إنه في ناس عم تتزوج، وكمان كنت حكيت أنا وياك بهالموضوع قبل، نحن عم نحضر إنه في ناس أصلاً ما بقى عم تحترم العلاقة، إذا بدك الرسمية يعني، إن كان زواج ولا التزام مع شخص معين. بتحس إنه اليوم كل واحد فتح حسابه، في اذا بدك ضرب للاخلاقيات يعني، انه لو مجوز اتس اوكي بصاحب، ولو مجوزه ما بتحترم. في كثير قصص اليوم مغيره. لا هذا صار موضوع اخر، صار موضوع الخيانات الزوجيه اللي نعم. احنا حكينا فيه شوي مره، حكينا ممكن واحد كل واحد له قيمه يعني، ممكن يعتبر انه انا الزواج ليس مقبره. مقبره لشو؟ معناتها انه يعني هو مفهوم الزواج، معناتها هو برايه انه اذا كنت ملتزم بشخص واحد ووفي، كنت وفيا لشخص واحد، معناتها هذه مقبره. هيدا مفهوم بدون مفهوم خاطئ، هيدا مفهومه، هيدا مفهومه يعني. نعم. هو حر، بس هل هو اطلع شريكته وزوجته او اطلعت شريكه، انه هيدا مفهومه للزواج؟ لما نكون اثنيناتنا متزوجين عندنا ما يسمى علاقه open relationship منفتحه، معناتها انه ممكن انت تلاقي انا اتلاقي نتواعد مع اشخاص خارجين، خارج الزواج، خارج اطار الزواج. هذا الشيء بده يتفقوا عليه سابقا، والا يندرج تحت اطار الغش. نعم نعم. ممكن يعتبروا انه هن ما عم بيأذوا بعض يعني، لما يعني في كثير بيتزرعوا بهيدي الخبريه انه ما عم بيأذي شريكه، شريكه البيت اذا بدك، او شريك البيت. اذا كانوا متفقين مع بعضهم ما عم بيأذوا. نعم. بس اذا ما كانوا متفقين وحدا بيعملها بالسر، معناتها انه لا، هيدي في اذيه. شو الاذيه؟ انه الواحد يعني بس في اذى نفسي، ما بكون عم بيأذي يعني. هيدي خاصه اللي بكون هيك اعتقاده، معناتها عنده سلسله من العلاقات الجانبيه. نعم. اذا هكذا يعتقد، مع انه مثل ما بنقول اوقات كانت نزوه، وما عم برر النزوه، بس عم بقول اللي كانت نزوة عنده أو عندها لا يندرج تحت اللي هلأ عم تسأليني إياه وعم نحكي عنه. لكن هلأ إحنا طلعنا من موضوع، طلعنا من موضوعنا، نرجع على موضوعنا لهيك نبلش نختم. إلا نبلش نختم نقول إنه طبيعي الواحد يتخوف. نعم. الواحد يتخوف من أشياء كثير، لكن من غير الطبيعي أن يكون مرتاحا ويستبقي على هذه المشاعر التي بتخوف تبعده عن الالتزام بعلاقة عاطفية، إلا إذا كان هو هيك مرتاح وضعه وأصلا ما بهمه الالتزام العاطفي. نعم. لأنه الالتزام العاطفي برأيه، خاصة إذا كان في بعد آخر، قد يؤدي لزواج. فإذا كي يتجنب الوصول للتحدث عن الزواج، أنا لا أخطو الخطوة الأولى اللي هي العلاقة العاطفية، كمان ممكن يكون هذا أحد أسبابها. فإذا واجه الموضوع، كيف بتحب حياتك، حياتك تكون، وفي معالجة لكل هذه الأمور. نعم نعم. يعني مثل ما دايما نرجع، الصراحة بأول علاقة هي كل شيء، هي أساس بين الطرفين. عفوا، أول علاقة بتقول. إيه عم بقول الصراحة بأول العلاقة، نتصارح بكل المخاوف أكيد. بكل شيء، هو أساس بلكي نجاح أي علاقة أكيد. وإذا ما كان فيها الصراحة هيدي، والشريك أو مشروع الشريك شعر بأنه في مخاوف، يفاتح يقول له يعني يحكوا بالموضوع. نعم. حسك أنه هيدا موضوع بخوفك هو انا او انت بشكل عام مثلا، بعدين في الواحد يعرف من تاريخ الشخص والعلاقات السابقه كيف كانت، لحتى يقدر يترجم ماذا يدور الان في هذه العلاقه الحاليه. نعم نعم. دكتور رائد بدي اتشكرك، شكرا دائما على اضافاتك، وهيك مرجع اساسي لكثير ناس بيتابعوا التنين وصباح اليوم خصوصا معك. شكرا دكتور. شكرا، هذا شيء بسرني وبخوفني. شكرا. اهلا وسهلا فيك، قد وقدود طبعا. شكرا. على فكره دكتور رائد يعني من وقت ما بيطلع التلفزيون انا حدا متاثر فيه، فكان عندي حلم انه يكون معي
وحمد لله انه صار لنا من وقت ما بلشنا صباح اليوم هو شريك نهار التنين.